كبير التهاة بروس ساكستا يعمل في الساحل الشرقي لسكوتلندا. يعيش كثير من الناس في القرى الواقعة إلى الشمال من مدينة أدنبرا على ما يقدمه البحر. الجمبري وجراد البحر والمحار وأنواع مختلفة من السمك تصطاد هنا وتغلف وتوزع في أوروبا. يذهب المحار إلى إسبانيا وجراد البحر إلى باريس أو لندن، وهناك الكثير من الأنواع الأخرى أيضاً، ونحن نحاول دعم قطاع الصيد المحلي والمحافظة عليه، فهذا مهم جداً لنا. يقيم بروس ساكستا هنا منذ 8 سنوات، وقد حصل ومطعمه زانكستاس في منتجع آلي على نجمة ميشلان عام 2009. ثمار البحر تصله طازجة يومياً. محار جيد وطازج. يجمع هذا المحار من قبل غواصين بعكس المحار الذي يصطاد بالشباك من قاع البحر. نفحص المحار كل 3 أيام لنتأكد أنه لا يزال طازجاً وأن الماء المنقوع فيه نظيف أيضاً. يحتاج المحار إلى ماء بارد ونقي ومنساب، وينبغي إعداد المحار اللذيذ والباهظ الثمن في المطبخ فوراً. عند وضع السكين هنا وتحريكها تنفتح المحارة. للمحار طعم حلو، ويؤخذ منه فقط لحم العضلات الأبيض والبيض البرتقالي اللون. تزداد شعبية المحار لدى الطهاة لأنه سريع التحضير. يجفف بروس ساكستا بيض المحار في الفرن ويطحنه ليستخدمه كتوابل. ولتحضير الصلصة يسخن لتراً من عصير البرتقال وحب الهال والثوم حتى لا يبقى منه إلا 200 ملل فقط. خلال هذا الوقت يفرم الثوم وعشب الليمون والزنجبيل والفلفل الحار والكزبرة أيضاً وورق الليمون الأخضر. يوضع السكر في ماء بارد ويسخن حتى يذوب، وعندما يتحول لونه إلى البني يضاف إليه خليط التوابل، ثم يضاف خل التفاح وصلصة الصويا وصلصة السمك، ويترك المزيج على النار ليطهو. بعد ذلك يهرس المزيج. في الماضي كان المحار يطهى بالبخار على الطريقة الفرنسية ويقدم مع صلصة الزبدة الدسمة، وبعدها تطورت طريقة إعداده. نحن نستخدم اليوم منتجات محلية ونحضرها بطرق عالمية مختلفة، وهذا يعجبني ويلقى قبولاً لدى الزبائن. يحب الطاهي تقديم المحار مع جراد البحر. أضيف قليلاً من التوابل من مسحوق البيض المطحون والكاري. بعدها يقلى قليلاً على الوجهين ثم يكون جاهزاً للتقديم، طبعاً مع الصلصة الجاهزة وورق الخس وحب الرمان والصنوبر. في المطعم تعتني زوجته جاكي لوحدها بالزبائن، كما يحضر بروس الطعام لوحده، أمر غريب بالنسبة لمطعم حائز على نجمة ميشلان، ولكنه يحقق نجاحاً إذ يأتي الزبائن من أماكن بعيدة لتناول الطعام في مطعم ساكسترز.